الجهاد الإلكتروني، ناس يخترقون مواقع أجنبية، هل فعلا ديننا هالشكل؟ لا اخترقوا طبعا. مواقع الناس؟ لا طبعا ما يجوز، لأن هذه خصوصية. نعم. أنت ترضى حد يخترق موقعك ويتجسس عليك ويشوف صورك ويشوف ما حد يرضاها طبعا. صح. وإحنا عندنا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، حتى لو كانوا يهود، حتى لو كان من أي جنس، لا حقوق لا احترام كإنسان لا غيره. فأنا ما يجوز بدون إذن الشخص أتطفل عليه وأتجسس عليه، هذا شرعا ما يجوز. عندي بعد سؤال عن موضوع الجهاد الإلكتروني، شنو هو إذا كان فعلا مش الاختراقات وغيرها، إيش هو الجهاد الإلكتروني؟ شنو ممكن نسوي؟ الجهاد أخوي محمد أن أنت تبلغ الدعوة عن طريق الإنترنت، تبليغ الدعوة، الحديث، الآية، الموعظة، القصة، السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. تشوف اللي سوى الفيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شلون أسلم، لما بدأ يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يبي يسوي فيلم ثاني أسوأ من قبلي، فلما قرأ عن سيرة النبي وحياة هذا القائد وهذا النبي دخل في الإسلام، وكان من اليمين المتطرف أعتقد أو شيء، وكان من المحاربين للإسلام. أنا أعرف ده رجل مقعد، شاب مقعد، دخل 24,000 من غير المسلمين في الإسلام عن طريق هذا اللي هو نسميه الجهاد في النت، اللي هو يرسل مسجات عن تعريفية بالإسلام. مقعد؟ هي نعم مقعد، ما يتحرك، لكن يستخدم إيش؟ الإنترنت. في التكنولوجيا والنت هذه وسيلة دعوية مميزة جدا، وما تكلفك شيء، طقطق كذا دقيقتين تصل للعالم كله ويقراه ويتفاعلون معه، عدد كبير من الناس تفاعلوا معه وبدأوا يدخلون في الإسلام. الجهاد الإلكتروني الحين بعد لما أنا أسوي لي موقع على الإنترنت وأدعو الناس، إذا عندي لغة إنجليزية قوية أو عندي لغة ثانية أقدر أدعو الناس عن طريق الإنترنت. نعم. هذا الشيء شو رأيك فيه؟ هذا من شنو أجره؟ هذا من أحب الأعمال إلى الله، بالعكس هذا عمل الصحابة والأنبياء. الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش جعلت أمة خيرية؟ لأنها شو تسوي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إيش؟ من المسلمين. فالعمل هذا اللي قاعد تسوي هو عمل الأنبياء، تبي تحشر مع الأنبياء، تبي تشفع في الناس مع الأنبياء، تبي تعتق رقبتك من النار ورقاب الناس من النار، تعمل بعمل الأنبياء. لذلك العمل هذا مش عمل الشيوخ والمطاوعة وبس، هذا عملنا كلنا، عمل المهندس والدكتور والأستاذ والإعلامي والكل، أنه يبدع في عمله ومع عمله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أحب وأفضل الأعمال إلى الله. سبحان الله، احنا يعني دائما يمكن نقول هالاشياء الواحد يحاول انه يستغلها بقدر الامكان، يدعو فيها للخير. طلابنا الشباب الصغار ايش توجه لهم نصيحه؟ شلون يقدرون يستفيدون من مجال التكنولوجيا؟ والله يقدرون يستفيدون منه بشكل كبير جدا، يقدرون يستفيدون منه في الجانب العلمي والثقافي وكذلك الديني وكذلك الدعوة إلى الله، لأنه يريحك من البحث في الكتب الكثيرة، بطقة واحدة تطلع لك كل الأبحاث، بحث كامل من أمهات الكتب حتى يطلع لك في وقت واحد، ومن الكتب كلها يوفر عليك كم وقت، ممكن تقعد أسبوع أو 10 أيام تطلع من كم كتاب، هذه في ثواني، فتقدر تستفيد منه علميا ثقافيا دينيا وتقدر تنفع الناس فيه. فأنا أنصحهم أن يخصصون وقت أصلا لهالشيء حتى يطورون مهاراتهم العلمية والدينية والثقافية. تفضل. إحنا ننزل القرآن الكريم في الآيباد وفي التليفون اللي عندنا في الآيفون، الله يكرمك ويكرم السامعين، أحيانا ندخل الحمام. نعم. هل يجوز؟ أكيد طبعا يجوز، لأن أنت مش ماخذ المصحف معاك. نعم. الحين مثلا اللي حافظ القرآن في مخه. نعم. هل يجوز يدش الحمام وحافظ القرآن ولا ما يجوز؟ صح. ما كذلك أكيد. الآيباد مثل الحفظ اللي في المقعد. نعم. تدخل بأي مكان. عندك كلمة أخيرة توجهها لجميع مستمعينا ومشاهدينا؟ والله الكلمة الأخيرة اللي أوجهها دام الكلام والحلقة عن التكنولوجيا، هذه هدية لكم لنشر دينكم ونشر علمكم ونشر ثقافتكم وعاداتكم وتقاليدكم ونشر تاريخكم الإسلامي وتعريف الناس بالدين. صح. وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وسيلة من وسائل أن تطور من نفسك ومن محصلتك العلمية، فلا تقصر في الاهتمام فيها وفي استخدامها، بس الاستخدام الصحيح. جزاك الله خير شيخ عايش الداعية الإسلامي، ما قصرت على وجودك معنا في هالحلقة. فعلا أعزائي المشاهدين،
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية في يدك الجهاز، طرش ارسل لكل الناس آية ولا حديث ولا عمل عمل الصحابي ولا حادثة حلوة قريتها عن تاريخك الإسلامي. انشر ثقافة الإسلام، انشر ثقافة الدين. احنا اذا قدرنا نرسل على الانترنت ونبين للناس من احنا فعلا، صدقوني راح ينتشر ديننا، والكل راح يعرف انه دين جدا مميز ورائع.